في هذه اللحظات نستضيف أبرز الحضور وأبرز الشخصيات الحاضرة في هذه الليلة. محمد عبدو، بداية نرحب بك ونمسي عليك عبر تي في بازيران. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بالحضور والجماهير اللي حاضر عندنا. يعني كلمتين بمناسبة افتتاح البطولة بمركز خدمات التربية الخاصة المعاقين اللي انت شايفهم، نتمنى الجميع التوفيق إن شاء الله. محمد عبدو، شعورك اليوم وأنت تخالط فئة خاصة نادرة في المجتمع، فئة الصم والبكم؟ والله حضورنا هنا عشانهم، يعني الفرحة لهم بس. يعني ما اليوم افتتاح البطولة التي ربما تجسد كيان هؤلاء الفئة النادرة في المجتمع، فئة الصم والبكم، الفئة المظلومة إعلاميا، الفئة المظلومة لدى الأشخاص العاديين، انطباعك؟ والله انطباعي يعني ما عندي كلام في الموضوع ده صراحة. يعني نتمنى لجمهور مكة الحضور ودعمهم ومساندتهم وبالتوفيق للجميع. كلمة أخيرة والله نتمنى لجمهور مكة الحضور.